يلا يا حبيبتي، يلا يا حبيبتي الفطار جاهز. تعالي يا حبيبتي اقعدي، تعالي. يلا يا ادهم، صباح الخير. نمت كويس؟ الله، وانت مش جاي معانا النادي النهارده؟ لا مش حاجه. ده انت بقالك وانت ما حضرتش التمرين. اصحابي جايين هنلعب بلاي ستيشن. ما انا كل شويه البس في الشجره دي. تضحك صعب. راحت يا عم ادهم، منك شويه هبقى. اهو يا عم اهو درابي علق اهو. قومي يا اخويا، سيبني انا علق. عاش كده يا ادهم. يا رافع راسنا. يا رامي مالك دلوقتي حبيبي؟ ما بتتكلمش ليه؟ مش عارف بس انا احسك يعني. اقطعك يا عم رامي. يا عم بسرعه بسرعه. طب ممكن توطي الكلام وتلعب وانت ساكت؟ لازم نحاول لدكتور متخصص في الامراض النفسيه والعصبيه. درجاتي ربنا يتولى برحمته. انا تابعت حاله ادهم بعد ما الدكتور كريم كلمني، ولقيت ان هو مرض نادر جدا اسمه إليان هاند سيندروم. يعني ايه؟ ببساطه كده متلازمه اليد الغريبه. المرض ده يبقى عبارة عن قلق عصبي غير عادي في إحدى اليدين، يعني ممكن إيد اليمين أو إيد الشمال، ويخليه يعمل حاجات مالوش إرادة فيها
او بيلعب بطريقه لا اراديه، يعني فك زراير القميص، تقطيع الهدوم، نتف الشعر. يا لهوي، وده بيجي من ايه؟ ممكن يكون ادهم نتيجه الحادثه حصل له تلف في خلايا المخ او التهاب في الجزء اللي بين الفص اليمين او الفص الشمال. السلام عليكم. وعليكم السلام. كويس انه جيت. ايه اللي حصل؟ بقاله 3 ايام قافل على نفسه الاوضه، لا بياكل ولا بيخرج منها. ولا يهمك، احنا هنفرفشوا. يلا حبايبي فرفشوا. ايه يا عم مالك؟ مش بترد علينا ليه؟ ايه مالي؟ هو حرام الواحد يقعد لوحده؟ ايه ده يا عم بس قول لي. الو. ايوه يا بنت، انت لسه في الشارع؟ انت ايه اللي مأخرك لحد دلوقتي؟ انا قلت لك ترجع البيت بدري. ما انت عارف حال البلد عامل ازاي دلوقتي والدنيا فيها ايه.